السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم، الحمد لله على السلامة، قلقتنا عليك. مال دماغك يا زميلي؟ سلامتك يا سالك، ايه اللي صابك؟ قبل ما تقول اي حاجة يا معلم، انا موافق على اي حاجة تعملها فيا جزاتي على الغلطة اللي غلطتها دي. وانا مش مستنيك توافق ولا لا يا خفيف، اتكلم. امبارح البت مرفت يعني. عارف، ولسه قافل مع الدكتور دلوقتي في التليفون، وعرفت انها بقت تمام التمام، وانكم مشيتوا من عنده امبارح بالليل الساعة 11 ونص. كمل من بعد كده. مفيش يا معلم، كنت جايبها وجاي على هنا اهو. اول ما وصلت طريق العزب الدنيا كانت هس هس، طلبت مني يعني ان احنا نريح خمسة كده على جنب عشان رجلها كانت وجعها ومش مستحملة هزة العربية. قلت ماشي، رحت واقف على جنب كده ونزلت اشرب سيجاره ولمؤاخذه افك حصر. اول ما رجعت عشان اكمل لقيتها طلعت بايديها ونزلت على دماغي بعزم ما فيها بحاجه ناشفه. ما فقتش الا بعدها بشويه حلوين كده، فقت ولقيت نفسي مرمي على الارض، بس هي والعربيه بح. لا يا راجل، مش مصدقني يا معلم. انا كنت عارف انك مش هتصدقني. طب يمين بالله هو ده اللي حصل؟ كمل. مفيش، شلت نفسي بالعافيه لحد ما وصلت عند اجزخانه في اول عمار. ما انت عارفها يا معلم. طب ويمين بالله الدكتور اول ما شافني بلم، ما بقاش مصدق ان انا وصلت لحد عنده كده عادي يعني. بس الحمد لله هو عمل اللازم وخيطها لي. طب يمين بالله دماغي دي واخده اربع غرز. تعرف تكتم؟ تمام. ابو رمله، عمرك كبير. وماما عامله ايه دلوقتي؟ لسه في المستشفى. امان يعني؟ امان. تخرج بالسلامه ان شاء الله. طيب اسالك، روح استريح يا ابني، روح نام عشان انت واخد اربع غرز في نافوخك. يلا يا ابني يلا. تمام يا معلم. تلجا، عمرك كبير. شوف لي بنت من اللي جوه تحضر لي الفطار. تمام يا كبير. تعال ورايا. دول حاجة كده لحد المساء ما تبان ونعرف هي رايحة على فين. الفلوس دي تاخدها وتهبط خالص، محدش يعرف لك سكة، بس تستنى مكالمتي بقى امتى وازاي وفين، ما تسألش ولا تحاول حتى تعرف، واخد بالك؟ لو حاولت تتشقى كده ولا كده ولا تتعفرت انا شايفك ومراقبك من بعيد، واخد بالك؟ ما تغيرش نمرة تليفونك علشان انا هغير تليفوني. ماشي يا ابو رملة؟ احنا عايزين نمشي امتى يا كبير؟ من النهارده تختفي تمام بالحضن. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده يا عمر؟ يعني سعادتك مش عارف يا باشا؟ بتتكلم عدل يا عمر. يا باشا ده قرار بعدم تكليف بقضيه امريكاني، تحويلها لحد تاني غيري. حد تاني مين يعني؟ مش ده المهم سعادتك، انا عايز اعرف قرار زي ده يطلع ازاي من غير ما يرجعولي. انا قعدت مع العميد صفيه في اخر اجتماع بيني وبينه، وبلغته اني وسعت دائره البحث في قضيه امريكاني، وانها اتطورت واني ممكن اوصل للي اعلى من امريكاني نفسه، واداني مهله سعادتك. المهله دي بقى لسه ما خلصتش، يعني القرار ده ملوش اي مبرر اساسا عشان يطلع. ما عدتش عليه في مكتبه ليه تساله الاول؟ لانه قاير مبرراته في القرار. وايه هو المبرر؟ انه عايز ضابط كف عشان يمسك قضيه اعلى من قضيه امريكان يا باشا. خلاص، يمكن الراجل محتاجك في حاجه اكبر.
عشان كده لازم تعدي عليه في المكتب ويبلغك التكليف ده بشكل رسمي. ايوه بس حضرتك عارف انا ما ينفعش اسيب قضيه امريكاني بالذات. ده موضوع شخصي وهو مش المطلوب منه كقياده انه يحطه في حساباته وهو بيوزع شغله على رجالته. اتدخل سعادتك، حضرتك وضح له الموضوع، خليه يغير رايه او يعدله. مفيش حد في القيادات العليا بيتدخل في شغل حد غيره، لا هو ولا اي حد تاني. واضح بقى ان سعادتك كمان عايز القرار ده يتنفذ يا باشا. ده راي يا عمر، انت ناس انك انت موجود هنا في مكتب مساعد اول وزير الداخليه، يعني تحبس النفس وتقف انتباه انتباه. تمام يا فندم. بص بقى، العميد صفي الدين اكتر واحد يعرف يشوف هو عايز ايه وبيشتغل ازاي وبيمشي شغله ازاي، ومفيش اي حد يقدر يتدخل في قراراته الا القيادات العليا. لو حضرتك مش عاجبك القرار اللي هو اتخذه تقعد معاه وتوصله لحل. اختيار القيادات هنا في الوزاره بيتم على اعلى مستوى ويتخذ فيه سياده الوزير شخصيا. مفهوم يا حضره الضابط؟ مفهوم سعادتك. المقابله انتهت، والمفروض يا حضره الضابط لما تحب تقابل مساعد اول وزير الداخليه تعدي على السكرتاريه الاول ويحددوا لك ميعاد ويعرضوه عليا، وانا اوافق او ما اوافقش. فاهم يا فندم. اتفضل، مع السلامه. بعد اذن سعادتك يا سياده اليوم. اتفضل. عمر، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها اتأخرت عليكي؟ مش قوي، بس لو كنت اتأخرتي نص ساعة كمان كنت كلمتك في التليفون. قوليلي رجلك عاملة ايه دلوقتي؟ النبي يا بودة بتنقح عليا قوي، وكل ما توجعني كده أبقى حاسة إن أنا عايزة أموت نفسي من كتر الوجع. الحمد لله دلوقتي بقت أحسن. قوليلي أنت عملتي ايه؟ موجودة في المستشفى النيل، بس عليها حراسة. واحدة معرفة بتشتغل هناك قالت لي انها هتجيب لي اخبارها اليوم بيوم. بس اطمن. يعني خير؟ طبعا خير. طب والمحامي عملتي معاه ايه؟ ساعتك كام دلوقتي؟ الساعة 7 فاتت. على بال ما ناكل لقمة ننزل نروح له على طول، ميعادنا معاه 9. محامي كويس ده يا بودة؟ مش سهل، واسمه كبير ومسمع، وكمان زبون قديم، يعني عد الجمايل بقى. ربنا يخليكي ليا يا بنت. يا بنت بطلي هبل، احنا اخوات. تاكلي حاجه معينه؟ اي حاجه، انا مش فايقه خالص للكلام ده. طيب بنت. ها الحاجه الوحيده اللي محتاجين نشتغل عليها في قضيه والدتك دي، إننا نشوف لنا سكة في إدارة البحث الجنائي نثبت بيها إن العقد سليم، لأن لو اتثبت إن العقد ده مزور والدتك هتبقى متورطها وموقفها يبقى صعب جدا في القضية. وده هيحصل إزاي يعني؟ دي محتاجة ترتيبة. سيبيني كده أما أشوف هي إيه وأقدر أقول لك بعد كده هنعمل إيه. يعني هتشوف ده إمتى يا أستاذ؟ يا ستي مش هنتأخر، ده هما بكرة أو بعده بكتير. تقرير الطبيب المعالج لوالدتك بيقول انها ما تقدرش تسيب المستشفى قبل 14 يوم من تاريخه، وبيقول كمان انه ما حدش يقدر يعمل معها اي اجراءات الا التحقيق. بس انا هعمل ده بقى بدري عشان لما اروح ازورها افهمها واقول لها تقول ايه بالظبط اثناء التحقيق معاها، وانا عارف هقدر اعمل ايه بعد كده، وعشان كمان ما يبقاش فيه تضارب بين اقوالها وبين نتيجه البحث الجنائي على صحه العقد. بس زي ما قلت لك انا محتاج يومين. بيت يا بود، انت فاهمه الكلام اللي بيقوله الراجل ده كويس ولا ايه؟ على قدي.
مش مشكلة يا أستاذ، المهم إن أنا مطمنة لك. ده كفاية أخويا صيتك. متشكر أوي يا ميرفت. على العموم ده الكارت بتاعي، خديه وروحي بيه الشهر العقاري وقولي لهم أنا عايز أعمل توكيل محامي للأستاذ صاحب الكارت، وزي ما يقولوا لك هناك اعملي بالظبط. حاضر، مطلوب مني حاجة تاني؟ تخلي التوكيل معاكي وتديهولي لما نتقابل المرة الجاية. اللي هو يعني بعد بكرة؟ إن شاء الله، قول يا رب. يا رب؟ ما تقول يا رب يا بنت. يا رب. انت رايح فين يا عمر؟ هروح اقعد شويه في العين السخنه يا ماما. الله، انت مش كنت قايل لفريده انك هتقول لها قبل ما تاخد الاجازه دي عشان تترتب هي مع مامتها وتبقى هناك في نفس الوقت؟ معلش يا حبيبتي، محتاج اقعد لوحدي شويه. انت ليه بقى مصمم تحمل باباك مسؤوليه حاجه هو ملوش دعوه بيها خالص يا عمر؟ انا ما بحملش حد مسؤوليه حاجه يا ماما، انا بس في حسبه في دماغي ومحتاج اقعد مع نفسي شويه عشان اوصل لها. حسبه ايه بقى؟ حسبه يا ماما، حسبه ما اقدرش اقولها لك دلوقتي، لازم اوصل لمفتاح واضح فيها وبعد كده تعرفيها. وهتقعد قد ايه هناك؟ وما تقوليش كام يوم. 3-4 أيام بالكتير. طب ممكن بقى لو سمحت لما اكلمك ترد عليا؟ انا مش ناقصه قلق، كفايه التوتر اللي انا فيه من ساعه ما باباك حكالي اللي حصل بينكم في المكتب. انت مش متصور حالته بقت عامله ازاي دلوقتي، فلازم اطمن عشان اقدر اطمن. حاضر حاضر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. لا اله الا الله يا عمر. محمد رسول الله. السلام عليكم.